خشوع لا خضوع، لا الإدماج حق المشروع. لا خشوع لا خشوع. الإدماج في مناصب دائمة. بركانا من المحسوبية، بركانا من المحسوبية. نحن عمال عقود ما قبل التشغيل، نحن هنا في وقفة احتجاجية من أجل مطالبة بحقوقنا، من أول حقوقنا الترسيم، الإدماج، 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 لا نريد لا رجوع لا خضوع، نريد هو الإدماج حق مشروع، لا نريد هو الأولوية الاحتساب، نحن الأولوية، لنا الأولوية، لا نريد أي آخر شخص آخر عن طريق مسابقات أو شيء آخر. غلبونا كل عام يقولوا لنا هلا الأولوية ليكم كل عام كل عام، لكن نشوفوا ناس أخرى هي اللي تدخل في المسابقات وهي اللي تنجح، متخرجين كي غير ما عندهمش لا عامين ثلاثة، احنا عندنا 9 سنين، من 10 سنين 9 سنين 5 سنين، غلبنا غلبونا، كاين حتى 12 سنة غلبونا كل عام، ويعدوا فينا بمناصب دائمة، مناصب دائمة كل عام كل عام، ما فتحوا توظيف، توظيف مجمد في الوظيف العمومي. ما عندناش حل، لازم نديروا لنا حل. التوظيف الناس كل كيما نقولوا اكسبيريونس 9 سنين، واش نزيدو نديرو؟ نطالب من السلطات تبعت لجنه هنا للتحقيق في مديريه الوظيفة العمومي، وكذا مديريه التشغيل كيما نقولوا احنا البيرو مونديفر، جامي عيطوا لنا احنا جامي شاركنا، من بعد نروحوا مثل القطاع الاقتصادي نلقى ولاد صغار تخرجوا البارح ورا البارح حاكمين لي بوست، تهضر يقول لك هذا وجاب ريشيرش اكتيف وكلش من الجزائر.